النهارده في اسبانيا بيحتفلوا باليوم ده ان هم انتصروا على الاسلام النهارده، وكان في احتفاليه ونزلت صورها على الانترنت، وبيمسكوا الرايه الاسلاميه مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله، بيمسكوها ان دي اخر رايه اسقطوها وما زالوا محتفظين بيها. هم ما نسيوش تاريخهم، لكن احنا نسينا تاريخنا للاسف. لا في المناهج التعليميه تلاقي حاجه مكتوبه على الاندلس. اكتر الناس اللي احنا بنشوفها في الشارع دلوقتي بتسالنا ايه الاندلس، سؤال الواحد بيسمعه بيشعر بغصه. ازاي مسلمين مش عارفين تاريخهم؟ ازاي انت مش عارف حضاره قديمه 300 سنه ومش عارف عنها حاجه؟ يقول لك ايه الاندلس؟ الاندلس اللي هي طبعا حاليا دلوقتي اسبانيا والبرتغال، اللي هم طردونا من بلادنا. ودلوقتي احنا للاسف اكتر الشباب بيشجع اسبانيا في اليورو ومحتفلين ويزعلوا ويتخانقوا مع بعض وبرشلونه وريال مدريد، لكن هو ده اللي يعرفوه من اسبانيا والبرتغال. ما يعرفوش حاجه عن ان احنا حكمنا البلاد دي وطلعناها من قمه الظلم الى قمه واعلى قمه من النور في العلم وفي المجالات كلها. الدوله الاسلاميه في الاندلس قعدت 800 سنه